في هذا الزمان معاجزه ماكو، احنا شلون نعرف الصادق من الكاذب؟ الصادق يتكلم بكلام، الكاذب يتكلم بنفس ذلك الكلام. هذا اللي يخاف الله يتكلم بكلام، وذاك اللي يعبد الشيطان ويدور على منصب ورئاسة وفلوس وكذا هم يتكلم بكلام يشبهه. فاحنا شلون نميز؟ التمييز العلم، الكتاب القرآن الكريم، السنة الصحيحة للرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله جعل ميزان، مثلا في عهد الغيبة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في عهد الغيبة، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه، يعني عامة الناس. فقيه، وكل واحد يجي يطلع يقول أنا مرتبط بالسماء ومرتبط بالأرض وملائكة يجوني وما أدري كذا وفلان، يكون فقيه يعني عالم يعرف الحلال من الحرام. أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه يحفظ نفسه، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه يحفظ الدين مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، إيه هذا. أما واحد يجي يقول أنه أنا بالطيف شفت، وواحد يجي يقول جبرائيل نزل علي، وواحد يجي يقول ما أدري كذا، هذا كل أساليب المبطلين.